تتواصل الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام شوطا تلو الآخر في هذه الأمسية التراثية الجميلة، انطلاقة سليمة لشوطنا الثاني عشر في تعداد أشواط مساء هذا اليوم. شوطنا الثاني عشر وهو الخاص بالإذاعة الجعدان المهجنات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ في مسافة 6 كيلومترات. ينطلق هذا الشوط بهذه التحديات بهذه الشعارات المتميزة في هذا العالم الساحر. نسير بالمقدمة وأرى هناك أيضا الاندفاع الحاضر دائما مع الأمتار الأولى ومع الكيلومترات المنطلقة بهذا التحدي، وأرى الأمور طيبة من انطلق بالصدارة وقاد المجموعة شعار سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسلطان بشر الخاطري من قاد الأمور طيبة في هذا الاندفاع المثير. ننطلق مع المركز الثاني كي أرى شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم يقود أحمد بن سلطان بن رشيد. ثالثا التحديات أيضا والانطلاق لهملول بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الشعار الأزرق وقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد. النقلة التالية مع المركز الرابع كي أرى التحديات للزعفران من الجانب الآخر لسمو الشيخ محمد بن ذياب بالسيب بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين من يقود زعفران بهذا التحدي في هذه الأمسية التراثية الجميلة. وخامس هنقناد المركز الخامس نتابع قناد التابع لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. ومع المركز السادس أرى هني وصيف شعار سمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد آن نهيان ومتابعة ناجم بن علي الغيلاني. ننطلق مع المركز السابع كي أرى التحديات أيضا للشاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم ومتابعة سعيد بن عبيد الحميري. تاسع المراكز الشاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي سهيل بن سالم العامري في عملية تضميره وتدريبه. ومع المركز العاشر أراهني شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم ثاني بن عبيد بن كديدة في عملية التضمير والتدريب لشاهين وهو ينطلق مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه الانطلاقات والتحديات الرائعة. ولكن نعود هناك أيضا نتابع البداية نتابع المقدمة والسكان المقدمة والتحديات الرائعة والتغيير الذي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. نتابع زعفران اللي قاد المجموعة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيب بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين منطلق مع زعفران اللي قاد المجموعة وانفرد بناموس هذا الشوط. شاهين مع المركز الثاني شاهين من ينطلق أو شاهين بالفعل نعم مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وبقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد. ولكن أرقناد بدأ يتسلل في هذه اللحظات بشعار هجن العاصفة ومتابعة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. المركز الرابع الانطلاق لهملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم يقود أحمد بن سلطان بن رشيد. نتابع المركز الخامس وأرى هناك أيضا انطلاقة أمور طيبة من يندفع مع المركز الخامس والشعار سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة سلطان بشر الخاطري من يعلن هذا الانطلاق المثير مع المركز الخامس. سادسا مشاهدينا متابعينا الكرام أرى من حاش يتدخل أرى من حاش يتسلل مع المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم ومتعب بالمضمرين محمد بن سعيد بن مروشد يقوده بهذا التحدي المثير. وصيف مع المركز السابع وصيف لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي الغيلاني من يعلن هذا الانطلاق. ثامن التحديات شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي وسهيل بن سالم العامري من يتابع هذا التحدي من يعلن هذا الانطلاق. تاسعا مشاهدينا متابعينا الكرام شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان برايد المكتوم وبقيادة سعيد بن عبيد الحميري. ننطلق مع المركز العاشر كي أرى شاهين ياتي عاشرا لسمو الشيخ ماجد بن محمد برايد المكتوم ثاني بن عبيد بن كديدة من يعلن هذا الانطلاق لشاهين مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام هذه التحديات في هذا الانطلاق
المتميز والاندفاع الرائع، ولكن نعود مع الصدارة. نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرقناد على الصدارة، أرقناد على مقدمة هذا الشوط، ولكن التحديات للزعفران من الجانب الآخر بقمة التحدي، بقمة الإثارة، وعنفوان الفوز والكوكبة الثلاثية. نتابع شاهين اللي انضم في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، المثلث الذهبي اللي يحتضن قناد، يحتضن زعفران، يحتضن شاهين، والمثلث الذهبي، مثلث الرعب بهذا الانطلاق المثير، وبقيادة قناد التابع لهجن العاصفة يقود حمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني زعفران لسمو الشيخ محمد بن هزاع، لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيب بن محمد آن الهيان والصادق فضل الأمين. يتابع انطلاقة زعفران مع المركز الثاني. شاهين ياتي ثالثا بالشعار الأزرق، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وبقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد. من يتابع هذا الانطلاق المثير. نتابع المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، والتحديات مع المركز الرابع. أرى منحاش ياتي رابعا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ومتعب المضمرين محمد بن سعيد بن مروشة. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الخامس، وأرى وصيف ينطلق مع المركز الخامس لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد الهيان ناجم بن علي الغيلاني، متابعا لهذا الانطلاق. المركز السادس شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم، وقيادة سعيد بن عبيد الحميري. يا سلام، التحديات رائعة، ولوحة الإعلان، لوحة الإعلان، لوحة الألف والمئتين متر النهائية مع هذا الانطلاق المثير. وقناد مسيطر على الصدارة، مسيطر على المقدمة، مسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط. يا سلام، ولكن أرى منحاش يتسلل مع المركز الثاني، وبالشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، متعب المضمرين. من يعلن انطلاقة منحاش مع المركز الثاني؟ ومع المركز الثالث زعفران لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيب بن محمد الهيان الصادق فضل الأمين يعلن انطلاق الزعفران، ولكن نعود مع الصدارة. نتابع البداية، نتابع المقدمة، وهناك منحاش اللي باعد المسافة. أشكرك يا أبو حمد على الترشيح. يا سلام يا سلام يا سلام، منحاش على الصدارة، باعد المسافة، رقص في الأمتار النهائية. منحاش انحاش عن الجميع بهذا الاندفاع المثير. يا سلام، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع هذا الأداء المتميز، والتهاني لمتعب المضمرين محمد بن سعيد بن مروشد. من أعلن انطلاقة منحاش، من سار بمنحاش على الطرق الدرب السليم والطريق الصحيح، يندفع منحاش في اللحظات الأخيرة. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على فوز منحاش بالمركز الأول، والتهاني لمتعب المضمرين محمد بن سعيد بن مروشد. بينما اللي وصل مع المركز الثاني زعفران لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيب بن محمد آل نهيان، المركز الثالث قناد من هجن العاصفة، المركز الرابع وصيف لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد آل نهيان، المركز الخامس محطم من هجن العاصفة. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول شاهين ومنحاش إلى خط النهاية. يقطع المسافة في 9 دقائق 32 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهاني لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، والتهاني ايضا لمتعب المضمرين محمد بن سعيد بن مروشد. بينما اللي وصل مع المركز الثاني هذه لحظات وصول زعفران مشاهدينا متابعين الكرام، 9 دقائق 37 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهاني لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيب بن محمد آل نهيان، التهاني لصادق فضل الأمين، 9 دقائق 37 ثانية و7 أجزاء من الثانية توقيت الزمني. بينما اللي وصل مع المركز الثالث قناد من هجن العاصفة، 9 دقائق
39 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني لحمد بن راشد بن غدير.